اهلا بحضراتكم مره تانيه. والشيف سامح كان عمل لنا سلطه الفاصوليا، دلوقتي هنعمل ايه يا شيف؟ او دلوقتي يعني خلاص الفاصوليا طلعت معانا اهي، هنفضيها بقى معانا هنا كده. دي الفاصوليا بالخضار والمشروم. بالظبط. جميل، حاجه فاخره جدا يعني. حلوه قوي وريحتها تحفه اصلا. حاجه فاخره جدا يعني، شويه الوان كده جنب بعض ظراف جدا. النهارده الاكل كله صحي يا جماعه زي ما طلبتوا، من غير زيوت ومن غير دهون. كل حاجه زي ما حضراتكم طلبتوها. اللي بقى بيعمل دايت، اللي عايز ياكل اكل نباتي، اللي حاجه خفيفه ما تعملش اي حاجه تتعب القولون تتعب المعده، الاكل النهارده حلو جدا. معانا الفريك خلاص، الفريك خلص كمان معانا زي ما انتم شايفين كده، حاجه رائعه جدا. جميل وريحته جميل، حلو قوي. طيب كده البدنجان فاضل له قد ايه بقى؟ يعني فاضل معانا بالظبط 10 دقائق بالظبط هنكون خلصنا عصير المانجا بتاعنا، عشان عصير المانجا بتاعنا بياخد شويه شغل كده. هتعمل عصير مانجا بيتي بقى؟ عصير مانجا بطعم المحلات بقى. زي ما انتوا بتشوفوها في المحلات بالظبط. هناخد معانا بس نشيل كده اي نوع مانجا؟ هي افضل المانجا الزبده، المانجا الزبده او الزبديه او المانجا المزبده يعني، بتبقى هي كده. وبناخد معانا دي بنخليها هنا كده. ما بيقطعوا ما بيشيلوش القشر؟ لا، هنعمل كل حاجه دلوقتي بس مش بنرمي حاجه خالص، بنعمل حتى القشر. زي ما قلنا الليمون يا جماعه المخلل عشان ما ننساش، قشر الليمون بتاعنا بنسلقه نص سلقه كده او تلات ارباع سلقه، وبن بن بنصفي ميته. ومش مهم على فكره ننقعه، يعني في ناس بتنقعه في الميه شويه يوم ولا يومين عشان خاطر ينزل المرار بتاعه، لكن احنا نديله معلقتين سكر واحنا بنشتغل. كويس؟ ده الليمون. وبنخلل بنفس طريقه التخليل المعتاده بتاعتنا، وممكن بقى مع التخليل بتاعنا نحط سكر ونحط ممكن شوية دبس رمان، ممكن نحط عصفر، ممكن نحط على حسب بقى ما انت عايز وعلى حسب ما انت بتحب وعلى حسب ما انت متعود يعني. وياخد وقت قد ايه علشان يتاكل؟ المسلوق ما بياخدش يعني 3-4 ايام، اسبوع بالكتير. اللي هو مش مسلوق بيقعد يعني شوية، بياخد شوية، لان احنا بنحطه مع الزيتون. يعني الزيتون، الزيتون دلوقتي لما بنيجي نخلله في ناس مش بتنقعه يا جماعه، بس ده بياخد وقت كبير كده. بياخد لان هو بيقعد بالثلاث اربع اشهر، ممكن يقعد السنه كلها. السنه كلها بيتخلل الزيتون؟ لا، لا بيقعد كلها. من السنه؟ لا مش بيقعد. انت منوره النهارده. بيقعد من السنه للسنه يعني، بيقعد الزيتون من الحاجات اللي لو اتخللت مظبوط يعني بتقعد من السنه للسنه. خلاص احنا كده هنبتدي بقى نشتغل بايدينا. بنفضي بقى القشر بتاعنا كده وبنجيبه هنا زي ما انت بقى بتقولي كده. هي بتتعمل كده يا جماعه، وبتتضرب في العجانه، وبيتحط معاها عشان ما نعممش يعني البعض، مش الكل يعني، البعض عشان ما نعممش. في ناس بتحط قرع عسل، وفي ناس بتحط بطاطا الصفرة، وفي ناس بتحط عشان المكسب بتاعهم يزيد شويه. وهي وبيستعملوا الاصنصات الجاهزه اللي هي ريحه المانجا وريحه الحاجات دي. احنا بنعمل حاجه كده طبيعيه على طول اهي، هتخلص معانا في 5 دقائق. بس دي مانجا بس يا شيف، انت قلت بطعم المحلات، يعني بطعم المحلات. لا، ما انا مش هحط، مش هحط. احنا هنا معانا مصداقيه، مش بنحط اي حاجه مش طبيعيه يعني. بس القرع العسل ما بيبقاش ليه طعم، صح؟ قرع العسل بيبقى لون بس. هو لما بيتسلق بيتسلق يعني وبيتطحن، ما بيبقاش بيخش، بيدي قوام للمانجا، وفي نفس الوقت هو بيدارى في طعم المانجا وفي الاسانس اللي بيتحطوا في السكر والمكسبات الطعم والحاجات دي. احنا ما بنعملش الكلام ده، احنا بنعمل مانجا اهي وهتطلع بنفس اللون ونفس النكهه ونفس الحكايه بالظبط. طب دي ممكن تتضرب في الخلاط ولا لازم تتعمل كده؟
في ناس بتضربها في الخلاط بس هو الافضل هي بتتعمل يدوي يعني. بس هي عايزه طولة بال وبتقعد تتعمل شويه يعني. فاحنا هنا بنعملها على السريع بس بندي كده مثل بسرعه كده وهنعمل العصير وهيطلع برضو. لكن هي الـ 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 القصه كلها يا جماعه في القشر والبذر ده. هو ده اللي بياخد معانا وقت لان بيدعك بالسكر وبيدعك بالحاجات دي وبناخد العصير اللي فيه هو اللي بيعمل لنا عصير المانجا. القشر بيدعك بالسكر؟ حالا اهو. يعني ده للناس اللي هي برضو ما بتحبش السكر بنكتفي باللحم ده وبنفضل نجيب القشر وبندعكه بعسل النحل او بندعكه بالسكر السكر الدايت. علشان كده قلت ما فيش حاجه بتترمي. ما فيش حاجه بتترمي في اي حته. يعني المطبخ ما فيش فيه حاجه بتترمي الا اذا كان لازم تترمي يعني. هي كان لازم تترمي بقى بايظه مش هتنفع مش يعني كده فلازم تترمي. لكن هي المانجا كده انا عايزه اطمن على الباذنجان. ما تخافيش خايف هو بيدخن كده ما تخافيش. شم الريحه بتاعته ولا لسه؟ انا عايزه اطمن عليه عشان شم الريحه. لا لا ما تخافيش هيبقى هايل جدا. طيب كده احنا بس السكر بيتحط على القشر مش على المانجا نفسها. لا مش على المانجا بيتحط على المانجا. ما هو على قشر المانجا بالظبط احنا بنحطه على القشر بينزل على المانجا بيبقى هو العصير كده. إيه يستخدموا مانجا حوالي قد ايه يا شيف؟ كل اسره وعلى حسب عددها. هي المانجايه بتعمل واحد عصير. بتعمل كوبايه لو في البيت. اوكي لو مش في البيت, لو مش في البيت ممكن نعمل بيها كتير يعني. لو مش في البيت يبقى المحل كله بمانجايه. لا مش قوي كده لكن بنعمل بيها كتير يعني. انا بس عايز اطفي البوتاجاز بس عشان ايه, وعايز اطفي ده كمان ونشوف ده ايه اخباره. طب ده مش بيتقلب ازاي نعرف انه استوى؟ هو من بينزل من الريحه ولا من ايه؟ من الريحه وهو نفسه بينزل يعني. بصي اهو خلينا نوري الناس كده ازاي. تعالى هنا بقى شوف لي الحكايه دي عامله ازاي. هو بصي اهو يعني نجيب كده دي سلطه الباذنجان شوكه او معلقه سلطه أو الباذنجان اللي شايف عملها طبقات خلاص يعني هي فاضل لها خمس دقائق كده بالظبط وتكون خلاص. خلينا كده نوري الناس يا شيف. وهي جابت ميتها يا جماعه وميتها فيها خالص اهي من غير ما تتقلب كده. هي متسيبه طبقات زي ما هي ما بتتقلبش. شايفها ولا ايه اهو؟ خلاص كده جميل حلو كده. نرجع للمانجا بقى. نرجع بقى للمانجا بتاعتنا. ودي خلاص قدامها خمس دقايق وتستنى. دي خلاص انا اخد بالي منها زي الفاصوليا. ايوه انت تقعدي تخليها بالك كده وتقولي لي ايه وصلنا لغايه فين. هي دي هتطلع على اخر الحلقه ان شاء الله هتبقى خدت بالظبط معانا التلت ساعه بتاعتها. جميل. واحنا هناخد معانا بقى المانجا دلوقتي هنبتدي نعمل ايه القصه بتاعه المانجا بتاعتنا. هناخد معانا السكر كده كوبايه سكر كده ولا حاجه. السكر بيتحط على القشر مش على المانجا بالظبط. دي معلومه جديده جدا. هي بتاخد ثلاث حاجات كده ثلاث اربع حاجات بنشتغل فيهم كده وندعك كده. السكر برضو من غير مقدار يعني زي ما على حسب السكر بقى اختياري على حد. انت عايزاها مسكره زودي, انت عايزاها ماشي المانجا مسكره تحطي نص الكميه. انا بعصر انا بدعك على مصفى ماشي على فكره يعني انا بدعك على مصفى. جميل. طب لحد ما الشيف يقلب السكر احنا هنطلع فاصل ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. رجعنا لحضراتكم مرة ثانية مشاهدينا وكنا بنعمل أو وقفنا عند عصير المانجا. إيه الأخبار يا شيف سامي؟ دلوقتي إحنا زي ما قلنا دعكنا البذر بتاع المانجا بالقشر بالحاجات دي بالسكر. في السكر بتاعنا فطلع لنا العصير السايل اللي إحنا هنعمل بيه عصير المانجا. طبعا ده مع الكمية بيطلع كمية أكتر مع كتر التقليب في السكر وحاجات تطلع كمية أكبر. وهننزل عليه بالبريه بتاع المانجا اللي احنا عملناه اللي هو العصير الاساسي بتاع المانجا بالظبط كده. وهنشوف بقى القوام بتاعه يعني ما بنحطش السكر على المانجا نفسها بنحط السكر على القشر ويتعصر وبعدين بناخد العصير ده نحطه على المانجا او اللحم بتاع المانجا اللي طلع صح بالظبط. هنشوف القوام بقى بتاعه
عامل ازاي معانا؟ هل هو ولا لسه؟ جميل. اعتقد لسه شويه معانا، بندي شويه ميه كمان معانا متلجه. نقلب، هي واخده السكر بتاعها المظبوط. والسكر زي ما حضراتكم حابين يعني، كل حبه. القوام بتاعها يا جماعه بنعمله زي ما انت عايز، يعني زي ما يريحك، زي ما انت بتحب تشربه. فهات معايا بقى كده اهو، يعني ايه رايك بقى كده اهو؟ ايه رايك بقى؟ حلو قوي. تدوقي بقى وتقولي لي القصه عامله ازاي. ماشي. امسك نفسك يا ميخا. البتنجان يا شيخ. طب إيه؟ نبص على البتنجان الاول. لسه البتنجان لسه. انا خايفه عليه، انت قلت لي خد بالك من ما تخافيش. احنا خلاص احنا بنرص الحاجه بتاعتنا. لسه خالص، لسه فاضل حبه صغيرين. لما الميه تجيب الميه تتساوى مع البتنجان فاضل حبه صغيره. ما يعرفوا احنا بنحط المعالق دي عشان المانجا بتبقى عشان فيها قطع ساعات بتبقى يعني بتبقى ممكن تتاكل من بالقطع بتاعتها يعني. طب ولو حد حابب يحط حاجه او يزوقها هي مزوقه نفسها. في اكل كده مزوق نفسه يعني. انا الفاصوليا انا حاطط بس الورده كده عشان نفتح نفس الناس، لكن يعني الفاصوليا بصي فيها اربع خمس الوان يعني، في احمر واخضر واصفر وبرتقاني واورنج وطماطم وكل الاكل. والفريك نفسه مزوق نفسه، بس انا برضو عشان خاطرك انت طالما انت بقى عايزه تزوقي الكلام. لا خلاص طالما انت اللي قلتي بقى. ناخد ورده كمان اهي على الفريك اهي اهي. نخلي الورد كله جنب بعضه كده اهو، وهنجيب معاه البتنجان وهنحط معانا المانجا بتاعتنا. لسه معانا كتير؟ لا احنا يعني خلاص المفروض. احنا معانا احلى عصير مانجا، واحنا بنحط معاه المعلقه بقى، ما بنحطش معاه الشاليموه يعني، بنحط ما نحطه. احنا قدامنا خمس دقايق بقى نحط فين نرص كده. خلاص خمس دقايق خلاص، يبقى احنا هنشتغل كده على طول. ثانية واحدة بقى نغير طريقة الشغل بتاعتنا. تمام. لو بالمية الساقعة ممكن يتحط في ال بالظبط، يتحط في التلاجة بقى، او ده ممكن يعني يقعد فترة قد ايه يا شيف؟ بصي هو ممكن كده تجمديها على فكرة. ممكن تحطيها في اكياس بقى وتجمديها. تتجمد ولما يعني حد يعوزها يطلعها من الفريزر تسيح ويشربها على طول. بالظبط. تتحط بقى في حاجه بتاعتها. احنا ممكن نعمل بقى كده مانجه محلات اهي. جميل. وهي فيها قطع جاهزه، هي فيها مجهزه كل نفسها. حاجه مكلمه نفسها يعني، هي حاجه رائعه جدا اهي. هنفضي بقى البتنجان بتاعنا في البايركس. ويبقى احنا كده خلصنا. خلينا نروح بس عشان انا حاسه ان البتنجان استوى وانت مخبي عليا. لا لسه البتنجان ما استواش. خلينا بقى نشيل الحاجات دي كده. كده عملنا سلطه الفاصوليا، والفاصوليا بالمشروم، والفريك بالمشروم، وطبعا عصير المانجا زي المحلات. حلو قوي. خلينا بقى نروح للبتنجان علشان نلحق نقدمه قبل الوقت. اوكي. يلا يا شيف. يلا يا شيف. هيتقدم في بايركس. هيتقدم في البايركس بتاعه بقى، او يتقدم في اي هو على فكرة استوى. عايزين تدخلوه الفرن دخلوه الفرن، عايزين تاكلوه كده تاكلوه كده. بيطلع زي ما هو كده بكل الطبقات بتاعته. الاكل ده يتاكل مع اي حاجة، مع الفريك، مع الرز، مع الفريك، يتاكل مع الرز. بالظبط بالظبط، كل حاجة متاحة. تمام. عملنا النهاردة الاكل بالمية والملح زي ما حضراتكم طلبتوا. اللي عايز الاضافه بتاعته يحط الزيت بتاعه، يحط زيت الزيتون، يحط الحاجات دي.
بصي بقى يعني شوفي انت المفروض انا ازوق بايه بقى؟ لا خلاص كده انت قولي لي ازوق نفسه. ما انا بقول لك يعني اهو ادي الصوص بتاعه. بصوا يا جماعه هات هات معايا هنا احنا ما حطيناش ميه. دي ميه البتنجان وميه الطماطم وميه الخضار. ما حطيناش. اللي حابب يدخل البايركس ده الفرن ياخد مثلا يبقى خد الميزه الاكبر. لو مش حابب يبقى احنا كده اوكي معانا. عملنا حلقه ميه وملح. شوف قول لنا بقى عملنا ايه بسرعه كده. اسرع حاجه بقى عملنا قلنا زي ما اتفقنا لبينا طلب الناس ان احنا عملنا حلقه ميه وملح. عملنا فاصوليا بالخضار والمشروم فلفل الوان فلفل حراق طماطميتين مبشورين ملح وفلفل فقط. عملنا فريك بنفس الطريقه بالمشروم والفلفل الالوان والفلفل الحراق وعملنا عليه ملح وفلفل ومعلقه كاري عشان بتديله نكهه حلوه جدا ما بيبقاش محسوس ان هو بالخضار يعني. عملنا سلطه فاصوليا مسلوقه فاصوليا خضراء مسلوقه سلقناها 10 دقائق حطينا عليها سلايس بصل حطينا عليها سلايس فلفل الوان سلايس فلفل اخضر اوبشن عالي يعني اوبشن مننا يعني لكن هي بتبقى بصل بس وبتاخد ملح وفلفل بالظبط وعسل نحل بتبقى ظريفه جدا ومسكره مع الاكل. عملنا سلطه البتنجان اللي هي شرايح عملناها نيه خالص مفيش مقلي ومفيش حاجه متسبكه وحطينا عليها السمسم بتاعنا. وبمناسبه السمسم بقى احنا ايه نحط السمسم بتاعنا كده في الاخر ظريف كده فوق البتنجان بتاعنا زي ما حطيناه على الفراخ نحطه كمان في كل الاكل يا جماعه اهو عشان ما تخافوش من اي حاجه واشتغلوا وهتلاقوا ان الاداء ماشي معاكم بطعم مميز ومختلف وكل جديد هتلاقوه معانا وكل مميز ومختلف هتلاقوه معانا. انا عارف ان انتوا شطار في المطبخ وفي البيوت لكن احنا بنعمل بطريقه مختلفه وسريعه بنخلي الاكل بطعم مميز وانا مبسوط ان دايما موجود معاكم وكنت منوراني النهارده. نورتنا يا شيف سامح. شيف سامح يعني النهارده عملت اكل تحفه واتمنى كل الناس تجربه. شيف سامح صبحي كنت معانا النهارده عملت اكلات تحفه جدا وان شاء الله نشوفكم في حلقه جديده مشاهدينا واكلات احلى منها. ربنا يخليكي ميرسي. هذا البرنامج برعاية هي ومين هي ومين لو وقتك اللي بتستني هي ومين هي ومين ما هو علشانك هي ومين أكلت شهية 100% أصناف جديدة هي ومين خلي السفرة أحلى معنا الدنيا تحلى نحو علشانك هي ومين وكل مرة موضوع يهمك ده شايل همك هي ومين أولوياتك واهتماماتك هتلاقيها بس هي ومين هي ومين هي ومين ده وقتك اللي بتستني هي ومين هي ومين ما هو علشانك هي ومين هي ومين